واش غنقول لك؟ في الاول كنت كنصاوب اغنيه بالقلب ديالي، اهداء للمغرب والمغاربه كاملين، والحمد لله جات الفكره اللي جات من عند الله ووفقني فيها وساعدني فيها اللي نبيل درار اللي هو اللي ساعدني بشكل كبير باش نقدر نقنع اللاعبين، والحمد لله ربي وفقني والاغنيه عجبت الناس ووصلت لابعد الحدود، وكنتمنى من الله ان شاء الله تكون فيها الخير عليهم ويحققوا نتائج تاريخيه ان شاء الله.